أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف العراقية والعربية والدولية بعد أهم العناوين. نبدأ من الهيئات. رويترز: قتل 3 متظاهرين وإصابة العشرات بإطلاق كثيف للقنابل الدخانية وسط العاصمة. في المدى: القوات الأمنية تفشل باستعادة الأحرار وعقوبات شديدة ضد مسربي خطط تضييق التظاهرات. من الشرق الأوسط نقرة: ميليشيات المستوطنين تهاجم عدة قرى فلسطينية في الضفة الغربية. في العربي الجديد: عقوبات أمريكية على وزير الاتصالات الإيراني واعتقال 100 قائد للاحتجاجات. في عربي 21: من لبنان إلى هونغ كونغ فطهران، العالم ينتفض بوجه جديد. وفي القدس العربي: قتلى برصاص الأمن والسيستاني يدعو إلى الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات. في العرب اللندنية: سيستاني يحمي حكومة عادل عبد المهدي لضمان نفوذه. عبد المهدي يعيش حالة اللحظة الحرجة التي دائما ما تسبق انهيار النظم المتسببة بقتل المواطنين وسرقة ثرواتهم وتجويعهم وعزلهم عن العالم. لكن عبد المهدي يواصل الإصرار على الدفاع عن النظام السياسي. مقال الكاتب ماجد سام الرأي في صحيفة العرب اللندنية بشأن ثورة تشرين والعملية السياسية في العراق. يواصل عبد المهدي الإصرار على الدفاع عن النظام السياسي بكل ما حمله من خطايا وجرائم بحق شعب العراق حتى في ظل حمام الدم الحالي، وحاول تصوير جرائم قتل الشباب بأنها تقع في دائرة الصراع ما بين الدولة واللا دولة، لكنه يناقض نفسه حين يجد نفسه أمام مسؤولين أوروبيين يتحدثون بلغة حقوق الإنسان التي هدرت تحت مسؤوليته المباشرة. لم يواجه عبد المهدي العصب الأساسي للأزمة الحالية، وهو جسامة التدخل الإيراني السافر واندفاع وكلاء طهران في استخدام السلاح وقتل شباب الانتفاضة لأنهم رفعوا شعارا استراتيجيا وهو طرد إيران من العراق، وهو يحاول تشتيت الأنظار عبر ما يسمى بقوة المقاومة التي تطالب بإدانة التدخل الأمريكي في ظل الأزمة الحالية والصمت عن التدخل الإيراني السافر. كل الأدلة تدين عبد المهدي باعتباره المسؤول الأول عن جمهورية الاختطاف والقمص، ويبدو أن الوقت متأخر جدا لمحاولة تصحيح برنامجه السياسي أمام الشعب. فالانتفاضة الباسلة بعد أكثر من 50 يوما غيرت جميع قواعد اللعبة السياسية، وأكدت أن مؤسسات هذا النظام غير قادرة على إحداث تحولات جذرية في بنية النظام. زاد الضغط الشعبي إذن على حكومة عبد المهدي وأحزابها للتسليم لإرادة الشعب الذي تمثله النخبة الصانعة لمستقبل العراق، ووضعت النظام السياسي في زاوية حرجة لا فكك منها. الحراك الشبابي يعبر عن هدف الديمقراطية الحقيقي، والشارع اليوم هو من يتحكم بالمشهد السياسي وهو سيد الموقف والرقم الصعب في هذه المعادلة. هذا ما جاء في مقال للكاتب طالب سعدون في صحيفة الزمان العراقية. تقترب الانتفاضة الشعبية في العراق من نهاية شهرها الثاني بزخم أكبر وإصرار أقوى، أسقط الرهان على الزمن لينال من عزيمة الشباب على مواصلة الطريق لبلوغ الهدف، وبدعم يزداد هو الآخر بتوالي الأيام في خط بياني متصاعد لصالح الاحتجاجات، ليس في تأييد المطالب فقط، وإنما في طرح خارطة طريق واضحة علها تقترب مما يريده الشباب. وضوح المطالب ومشروعيتها والالتفاف حولها من مختلف فئات الشعب بمختلف الأعمار من الجنسين، كل ذلك وغيره مما أشرنا إليه في مقالات سابقة كان مصدر قوة لها، مكنها من الاستمرار بالاعتماد على نفسها دون قيادة لها أو متحدث باسمها، فهي تقود نفسها بنفسها
وتعبر عما تريده بالعمل الميداني المتصاعد في الاحتجاج والاعتصام والإضراب، وتفرض على السلطات والقوى السياسية أن تصغي لها وتضع في حسابها هذا التغيير المهم في قوة الشارع الذي فرض على الحراك السياسي أن يواكب حركة الشارع ويستجيب لمطالبه. إن استمرار الاحتجاجات كل هذه المدة والأعداد الكبيرة التي شاركت بها والدعم الذي تحظى به أفضى عليها شرعية وطنية باختصار تشرين نقطة تحول مهمة وخط فاصل بين مرحلتين وخط شروع وطني في العمل السياسي يؤذن ببداية مرحلة جديدة ترفض قواعد اللعبة التي قامت عليها العملية السياسية كل تلك المدة. واهم من يحاول إذن التسويف والمماطلة والمراهنة على الزمن ليفعل فعله ويعود المحتج من حيث أتى خالي الوفاض على الرغم من الدماء والعناء، لأنه لا يريد أن يخسر هذه المرة دمه كما خسر صوته في دورات برلمانية متعاقبة دون أن يجني منه شيئا يعادل قيمته ويظهر فعله على الأرض. الغاية من الثورة، أي ثورة، ليس الانتقام، وإنما ترميم ما يمكن ترميمه وهدم إعادة بناء ما دمر تماما. الواقع المؤلم والحياة القاسية دفعت شباب العراق للاتجاه نحو التظاهرات أو الثورة الحالية، لأنهم ينظرون لأنفسهم على أنهم من المسحوقين في كل الأحوال، وبالتالي استوت لديهم صور الحياة والموت. وهذا ما جاء في مقال الكاتب جاسم الشمري في موقع 21. الطبقات أو القوى المضادة للثورة العراقية هم بالدرجة الأولى الطبقة الحاكمة والفئات المنتفعة من بقاء النظام، وهؤلاء يمثلون القوى المرتبطة بالحكومة والشركات المتعاقدة معها، وكذلك غالبية الموظفين وهم أكثر من 3 ملايين موظف، وبالتالي غالبية هؤلاء يمثلون عوائق كبرى في سبيل نجاح الثورة التي تكافح من أجل البقاء والصمود رغم القبضة الحديدية والقوة المميتة المستخدمة ضد المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات الجنوبية 9 الثائرة. الظروف والعوامل التي دفعت الناس للثورة هي البحث عن الذات والمستقبل. إن أهم نتيجة لهذه المظاهرات، سواء استمرت أم لم تستمر، أنها وقفت بقوة بوجه القوى الشريرة وأعلنت رفضها للتدخل الأجنبي وعدم قناعتها بالخطابات السياسية أو الدينية التخديرية وسحقها للمخططات الطائفية ومحاولات زرعها بين المواطنين. إذن التظاهرات ستغير مستقبل البلد وستصنع نموذجاً مميزاً خلاصته أن الأنظمة والمشروعات الطائفية لا يمكنها أن تسحق التعايش السلمي بين المواطنين. وكالة جلوبال بلاتس للطاقة الأمريكية ذكرت في تقرير لها أن المهندسين النفطيين العراقيين يميلون إلى الاحتجاجات وإيقاف عمل الحقول. لنتابع التفاصيل. وقالت مصادر حكومية ومسؤولو شركات نفط تعمل في العراق إن الإنتاج قد تراجع بسبب تعطل حصل لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أغلق محتجون طرقاً ما أدى إلى إغلاق حقل الجيارة الذي يبلغ إنتاجه 30,000 برميل باليوم. ويشهد العراق الذي يعتبر ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك صدمات متزايدة بدأت منذ مطلع شهر تشرين الأول بين مواطنين غاضبين والحكومة، اشتملت على العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية أخرى خصوصا مدينة البصرة الغنية بالنفط. وقامت قوات أمنية حكومية بإجراءات قمعية حادة لردع المحتجين تخللتها استخدام ذخيرة حية وإطلاقات مطاطية وقذائف مسيلة للدموع تسبب عنها ازدياد عدد القتلى ليصل إلى المئات. وقال محللون من مؤسسة ميدل جلوبال للاستشارات في تنويه صدر مؤخرا عنهم
أنه في حال بدء شركات نفط وغاز أجنبية بسحب موظفيها غير الأساسيين، فعند ذلك سيكون من الضروري الاعتماد بشكل كلي على مهندسين محليين وفرقهم لتشغيل معدات النفط والغاز، والذين حسب مصادر محلية يتوجهون بشكل متزايد للالتحاق بحركة الاحتجاج وإيقاف العمل. وتضيف الوكالة أنه بغض النظر عن المخاوف الحاصلة حاليا، فإن عدم استقرار الحكومة قد يؤدي إلى عرقلة الموافقة على مشروعات وتقويض خطط العراق الموسومة لتعزيز طاقة الانتاج. على المستوى السياسي بات واضحا تماما أن التسوية السياسية بين تيار المستقبل وتيار الوطني الحر بمباركة من حزب الله الذي هندس فراغا رئاسيا استمر عامين ونصف العام لإيصال حليفه إلى بعبدة، والتي جاءت بالجنرال ميشيل عون رئيسا للجمهورية، قد تحطمت تماما وفقا للكاتب راجح خوري في مقال له بصحيفة الشرق الأوسط. صراخ الثورة لم ولن يتوقف في كل نقطة من لبنان من الشمال إلى الجنوب، مرورا بمعاقل حزب الله وحركة أمل وحليفيهما التيار الوطني الحر وجماعة الثامن من آذار، الذين يحاولون شيطنة الثورة وربطها بمؤامرات خارجية وتدخلات أمريكية، في محاكاة واضحة لكلام المرشد علي خامنئي الذي اتهم الانتفاضة في لبنان والعراق بأنها محاولات لإثارة الفوضى يجب التصدي لها على ما حصل داخل إيران قبل أيام التي اندلعت فيها المظاهرات التي قمعت بقوة، حيث قيل إنه سقط أكثر من 200 قتيل برصاص النظام. وإذا كانت الأزمة لم تصل بعد إلى مرحلة متقدمة، فإنها على مستوى الثورة المندلعة والمتعاظمة تذهب صراحة إلى مستوى محاسبة كل الطاقم السياسي الذي حكم البلاد، والانتقال إلى الجمهورية الثالثة التي تؤسس لدولة لبنانية عصرية وشفافة ومسؤولة وتعمل لخدمة الشعب والوطن. تبدو الأمور هنا أشبه بالأوعية المتصلة، فكل انتصار للانتفاضة يرسخ الانكسار في صفوف السلطة والسياسيين، ومن الناحية النفسية يزيد ثقة الثورة بقوتها ويزيد من تخوف الوسط السياسي من عاصفة التغيير التي يطلقها الحراك الشعبي. الحل يكمن في تصعيد الأزمة مع الاحتلال الصهيوني، هكذا يرى الكاتب محمد ياغي في مقال له بصحيفة الأيام الفلسطينية. فمن لم يدرك من السياسيين حتى الآن أن فلسطين في السياسة الخارجية الأمريكية هي شأن داخلي صهيوني، فإن الأفضل لفلسطين اعتزال السياسة. عندما يعلن وزير خارجية ترامب أنه لم يعد يرى في الاستيطان مخالفة للقانون الدولي، فهذا موقف سياسي وليس قانونيا، لأن القانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق جنيف في بنده الرابع ينص صراحة على أن أي دولة تحتل أرضا لدولة أخرى لا يحق لها نقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. ما قامت به الإدارة الأمريكية هو إعلان سياسي جديد مثل ذلك المتعلق بالقدس والجولان، وقريبا بعد هدية المستوطنات ستتبعه هدية غير الأردن. وإن نجح ترامب في الانتخابات مرة أخرى فإن مناطق جيم بكاملها سيتم ضمها وبموافقة أمريكية. السؤال الملح دائما ما هو العمل؟ والإجابة التي يجمع عليها الفلسطينيون أن إدارة ترامب ما كان لها أن تصل إلى هذا الحد من الإجراء في التعامل مع المسألة الفلسطينية لو أن العرب أغلقوا السفارات الأمريكية في بلادهم ورفضوا استقبال ترامب ومبعوثيه، لكن العرب الرسميين ليسوا في هذا الوارد بالطبع، وسيكتفون بمطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته. أما العمل السياسي والتنسيق والتجارة فتستمر مع إدارة ترامب كأن شيئا لم يكن. الحل الحقيقي هو في تصعيد الأزمة مع إسرائيل، في إلقاء مفاتيح أمن الضفة بوجهها.
إذا أراد الفلسطينيون الفعل فإنه يوجد لهم ما يفعلونه، وأقله ما عرضته أعلى بحسب تعبير الكاتب. إن أرادوا أن يكونوا جزءا من الصراخ بلا فعل فلهم ذلك، لكنهم يعلمون أن الصراخ لا يغير من الحقائق على الأرض شيئا، لأن الأمريكا في عصر ترامب تفتقد لكل الحواس باستثناء رائحة الشم التي تشير فقط إلى حيث آبار النفط في الشرق الأوسط. أكد متخصصون في علم النفس أن إدمان التسوق عبر الإنترنت يجب الاعتراف به بأنه اضطراب نفسي وعقلي حقيقي، وذكروا أنهم قادرون على تحديد أعراض المرض وخصائصه وشرح كيفية تأثيره في العقل. وعرف إدمان التسوق أو ما يسمى باضطراب التسوق منذ عقود، إلا أن الخبراء كشفوا أن هذا الاضطراب بدأ يأخذ منحا جديدا في عصر الإنترنت، أصبح يؤثر في وقتنا الحالي بواحد من بين كل 20 شخصا. وفق دراسة أنجزها باحثون في ألمانيا، يمكن للأشخاص المصابين بهوس الإنفاق عبر الإنترنت شراء كل ما يرغبون فيه بكل بساطة ودون عناء، ما قد يجعلهم يتداينون، كما يتسبب لهم ذلك بكثير من الخلافات مع المقربين منهم ومع أحبائهم، ويؤدي إلى فقدان السيطرة على أنفسهم كليا. ويمكن أن يؤدي الاعتماد على هذا الصنف من التسوق إلى ازدياد معدلات القلق والاكتئاب، لذلك يجب الاعتراف به مرضا نفسيا رسميا. نبقى الآن مشاهدينا الكرام قبل الختام مع مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية. بهذا تنتهي مشاهدينا الكرام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، غدا بإذن الله تعالى صدى أقلام جديد في رعاية الله.